بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، احنا يعني زي ما انتم عارفين الظروف شوي استثنائيه، فبالتالي يعني كنت انا بحب اكون فيس تو فيس معكم، بيكون اريح لي واريح لكم، بس احنا مضطرين هلا. راح احاول قد ما اقدر اسهل الشرح بحيث انكم انتم تستوعبوا. يعني احنا عم نحكي عن الرئه، وامراض الرئه عباره عن ثلاث عائلات. العائله الاولى سميناها امبارح بالعائله الانسداديه اوبستراكتيف، وهي 70%، هاي الماجوريتي. العائله الثانيه هي ريستريكتيف انحساريه، وهي هذه 20%، والعائله الثالثه هي وعائيه فاسكولر اللي هي 10%. فيا بيكون عندي مشكله بالايروي، يا المشكله في البالون نفسه اللي هي اللانج، يا المشكله في الممبرين اللي بنسميه احنا ريسبيراتوري ممبرين، اللي هو بيفصل بين البلد وبين الالفيولاي. فاحنا راح نبلش اليوم في الايرويز، فنحكي امراض الايرويز. الايرويز احنا بهمنا انها ما تكون متضيقه، فبالتالي اذا كانت الايرويز متضيقه احنا هذا بنسميه اوبستراكتيف باترن. اوبستراكتيف اللي سميناه امبارح احنا COPD، يعني كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيزز، اللي هي زي الانفيزيما. انفيزيما معناته انتفاخ الرئه. انتفاخ الرئه يعني الرئه فيها هواء كثير، يعني هي مشكله مش انك تدخل الهواء، المشكله انك تطلعه. فالهواء بتفوت انت هواء بالرئه بس ما بتعرف تطلعه، فبتصير الرئه منتفخه. النوع الثاني هو الكرونيك برونكايتس، وهذا التهاب القصبات المزمن. التنين سببهم التدخين. عادة المريض بيكون عنده انفيزيما مثل هيك، وعنده كرونيك برونكايتس مثل هيك، وزي ما انتم ملاحظين يعني نفرض هاي انفيزيما مثلا وهاي كرونيك برونكايتس، لاحظوا انه دائما في اوفرلاب، يعني ما بتلاقي واحد عنده انفيزيما لحالها وما عنده سم سورت اوف كرونيك برونكايتس، او العكس، اللي عنده كرونيك برونكايتس يعني الكلينيكال بيكتشر، الصورة السريرية الأكبر إنه كرونيك برونكايتس عنده كف سبيوتم مثلا، والكف هذا هيك لونه أخضر جرين، بينما يعني الإنفيزيما عنده أشياء ثانية. فبالتالي ممكن إنه تكون الكلينيكال بيكتشر للإنفيزيما، بس في عندهم كمان شوية كف مع سبيوتم، وهذا عنده شوية إنفيزيماتس يعني changes in the lung. ف كمان مرة بنحكي احنا امراض الرئة زي ما قلنا 3 families. And the first family في عنا ال obstructive pattern. ال obstructive the problem is like this. Now we have here obstruction. Well, obstruction mainly in the small airways comes. فالريزيستنس زي ما انتم بتعرفوا ايروي ريزيستنس اني تيوب يعني ريزيستنس از انفيرسلي بروبورشنال تو ذا فورث باور اوف ذا راديوس، ار للقوه 4. شو معنى هذا الحكي؟ يعني مثلا لو انه الراديوس نزل للنص هيك، يعني كان مثلا 2 ملم صار 1 ملم، الريزيستنس بترتفع 16 مره. هاي معنى قوه 4. فبالتالي small change in the radius is reflected in a huge change in the resistance. عشان هيك احنا لما يصير في resistance تصوروا انتو يعني الفلو زي ما احنا قلنا مبارح، فلو شو يساوي دلتا بي على R. فلما resistance ترتفع الفلو بده ينقص، والفلو ينقص ما بزبط، الانسان بيموت. إنسان عنده كمية معينة من الهواء، بهالحالة بتضطر أنت ترفع الدلتا بي مشان إنه ترتفع هاي مع هاي بنفس النسبة، والفلو يضلوا نفس الإشي. فبالتالي هلأ شو صار؟ أنت امبارح قلنا ناقص واحد كان بكفي لإدخال الهواء، وزائد واحد كان بكفي لإخراج الهواء. هلأ ما عاد يكفي ناقص واحد وزائد واحد، فبالتالي لما يزداد الدلتا بي شو قلنا احنا بيصير؟ امبارح قلنا الورك اوف بريدنج عباره عن دلتا بي ضرب دلتا في. دلتا في هو التايدل فوليوم اللي هو نص لتر، هذا احنا ما بنقدر نلعب فيه. هذا لما كان بدل 1 صار 10 او صار 20،
معناته الورك اوف بريدنج ضعف 20 مره، معناته الاي تي بي كونسبشن اللي حكينا عنه امبارح انه يكون 2% هلا صار 20% وصار 30%. How much is left for the rest of the body؟ هيك ما بزبط، صار هيك عندنا مشكله. فبصير المريض عنده مشكله بالتنفس كمان مره بعيد. بقول انه امراض الرئه تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو most common اللي هو الاوبستراكتيف، والاوبستراكتيف احنا حكينا main manifestation of obstructive انه هو increase in airway resistance. Increased resistance means decrease in the radius of the bronchioles. احنا we care about bronchioles, we don't care about bronchi which are the big ones, because the bronchi, as you probably saw that, تتذكروا هاي الرسمة حطيناها، شوفوا البرونكاي اللي هاي مثلا تريكيا، هاي البرايمري برونكس ليفت رايت، لاحظوا they are surrounded by cartilage. The cartilage is like a bony material, so prevent this from collapsing. So they are non-collapsible structure. هم البيج ones. فبالتالي يعني ممكن تحكي لحد 10 generation number 10، احنا قلنا 23 generations 23 انقسام، لحد 10 بضل في some remnant of cartilage. والكارتليج give a support for this tube to prevent it from collapse. هلا من بعديها لحد 23 او 22 بصيروا they lack cartilage support, so they are collapsible. اول شيء the diameter is like 1 millimeter in the bronchioles. They don't have cartilage. They have like smooth muscle cells, and these cells, if they contract, they cause bronchoconstriction, and they have goblet cells which secrete mucus, and this mucus is a protein زائد water. The water is reabsorbed back by these cells, leaving this protein blood as solid blood. فبيسكر إذا صار عندي مشكلة. وهذا كمان بيصير good medium for bacterial growth. فبصير عنده برونكايتيس. هذا واحدة من الأسباب كرونيك برونكايتيس. إذا أنا لما يصير في عندي increase airway resistance normally، لو قلنا normally normal person the airway resistance is small, very small. Why is it small? Because we need very small driving force. Very small driving force اللي هي احنا حكينا عنها 1 مليمتر mercury. تتذكروا قلنا هون انه انا بدي بس minus 1 to drive air in plus 1 to drive air out. يعني ليش 1 is driving force? Because I am facing very little resistance. So normally we have very small negligible airway resistance because we don't feel like facing resistance when we breathe in or out. In addition, we don't need that much driving force. In part of physiological condition, pathology, أو خلينا نحكي النقطة الثانية. النقطة الأولى إنه airway resistance is small. الثانية where this airway resistance resides. وين موجودة؟ موجودة باللارج airways ومش بالsmall airways. يعني هذا الشيء راح تستغربوه لأنه إحنا عم نحكي عن الكروس sectional area. Cross sectional area of the small airways is huge. فإحنا resistance بنحكي proportional to R بالقوة 4، أو بنقدر نحكي resistance proportional to area بالقوة 2. تعرفوا ال area of the circle تساوي باي R تربيع. فبالتالي هاي A معناته فيها R تربيع صارت R بالقوة 4. فcross sectional area of the small airways is huge. For example, the resistance mainly resides in the first 4 or 5 generations. From 15 and beyond, they almost provide zero resistance. يعني 15, 16, 17, 23. احنا, this is normally, but abnormally, لما يصير عندي increase in airway resistance, this increase comes from the small airways, not from the large airways. الأسباب اللي أنا حكيتها
small, they are easily obstructed, 1 millimeter diameter, صغيرة. They don't have cartilage. They have smooth muscles. If they are become irritated, they might contract. They have this epithelium, and this epithelium might become inflamed, and inflammation also involves edema. So edematous epithelium can also obstruct these small airways. In addition to goblet cells which secrete mucus, and this mucus is excessive mucus also can block these airways. The last take-home message, which is the fourth message, in patients with increased airway resistance, they have problem in exhaling. Is that exhalation is the problem, يعني expiration is problem. Why expiration is problem? شوفوا كيف. The small airways, شوفوا, surrounded by this pleural cavity. We have here some sort of obstruction, and partial obstruction. And when we inhale, during inhalation, the pressure here in the pleural cavity becomes more negative, more negative. More negative is an opening pressure. So the closed airways, they open during inspiration. During expiration, this might become positive. And positive is a closing pressure, yani compressing pressure. It will compress from outside and will obstruct the airways even more. So now the air goes through a very narrow area, and this produces a special sound. نسميه احنا وزيز, يعني wheezing, wheezes. The patient start wheezing during expiration, يعني بتحط السماعة على صدر المريض, بتسمع صفير, هذا اسمه صفير, خلينا نقول صفير, بتسمع during expiration, بصير الاكسبيريشن برولونجد, طويل. ليش؟ لان الهواء مش عارف يطلع. اذا هاي الفور تيك هوم مسج. هلا انا مثلا بيجيني واحد كرونيك سموكر, كرونيك سموكر, وبقول لي انا do I have some sort, some degree, يعني some degree من COPD, can you do some tests for me? يعني احنا بنحكي pulmonary function test, PEFT, pulmonary function test. تقدر تعمل لي واشوف انه انا متأثر بالتدخين ولا مش متأثر. بقول له اوكي, اول اشي بنيجي بنطلع احنا على النورمال بيرسون. النورمال, الانسان النورمال بيتنفس نص لتر in, نص لتر out. هذا in, نص لتر out, بنسميه هذا tidal volume. نكتبه هيك VT, هيك نكتبه هون tidal, is a tidal volume. هو نص لتر at rest, يعني quiet breathing. During exercise it increases 1 liter, 2 liters, or even more. هلا لاحظوا انتم هون انه احنا لما تنفسنا النص لتر ما تنفسنا على رئة فاضية ما فيها, يعني احنا ما اخذنا من هون, اخذنا على رئة فيها 2.2 liters. يعني partially inflated lung, we add half liter, يعني صار 2.7. اذا هذا is very important. انه هون في عندي انا you inflate a partially inflated balloon, you are not inflating a totally collapsed balloon. لاحظ انت لما بتيجي تنفخ بالون, اذا بكون بالون منفس بالمرة كثير صعب اولها, بس متى ما نفخ شوي بصير سهل. إذا إحنا ليش بنبلش من هون النفخ؟ بيكون الـ compliance of the lung is very high. لو بلشنا من هون الـ compliance is very low. I know I don't have enough time to explain compliance for you, but to take it like this, you know, it's much easier to start in, yeah, taking half liter from here. Now the question is, can I add more than half liter? Of course you can. أنت you can still inflate 3 liters more than height can 2.7. تقدر تزيد كمان 3. يعني شو كمان 3 صارت هاي؟ صارت 5.7. هذا اللي بالازرق اللي انا حطيته عادة احنا ما بنستعمله, يعني عادة انا ما بتنفس التنفس العميق, بس انه ممكن واحد يقول له
عبي رئتينك للأخير يعني إيش معنى use all your inspiratory muscles not only the diaphragm but in addition you can use the external intercostal muscles and the neck muscles like the sternocleidomastoid هدول 3 liters فإحنا بنسمي هذا هيك راح أسميه inspiratory شوفوا هو inspiratory reserve احتياطي هذا ما بنستعمله وإحنا طبعا هو volume إذا أنا راح أسميه IRV أنا هلا راح أمحيه وأحط هون كلمة IRV هذا lung volumes هاي الثاني هاي volume ثاني إذا أول volume هيو ثاني volume هيو هلا رجعنا نتنفس طبيعي هلا قبل ما اخذ نص لتر قبل ما انا اخذ نص لتر هل بقدر اطلع جزء من هذا الهواء برا بقدر اطلع هلا هون لاحظوا ها ما قدرت اوصل لتحت ما قدرت اوصل للاخير يعني خليني احكي انا بس مشان اسهل عليكم وانتم الفهم اني اخذت نص الكميه هاي يعني 1.1 هاي 2.2 1.1 مع انه عند الادلتس بتقدر تنزل لتحت اكثر عند الالدرلي الكبار اللي ما عندهم عضلات بتقدرش تنزل لهي المسافه بتنزل اقل بس احنا ناخذها مشان اسهل للحفظ 1.1 اذا هذا شو بدي اسميه هاد من هون لهون زي ما هذا سميته inspiratory reserve volume هذا راح اسميه expiratory reserve volume هلا هاي volume number 3 هلا ضل هذا الفوليوم هذا الفوليوم انا ما بقدرش اصلا لو حاولت اني انزل لهون ما بقدرش افضي رئتيني بالمره فهذا شو بدي اسمي الحجم الباقي لانه هذا الذي تبقى في الرئه يعني راح اسميه residual volume اذا هلا كم فوليوم انا صرت حاكي اربعه هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه هلا احنا بنقدر نحط two volumes مع بعض بنطلع بفوليوم جديد بس ما بسميه فوليوم بسميه كاباسيتي اذا انا لما احكي كلمه كاباسيتي لان كاباسيتي يعني كاباسيتي شو معناها كاباسيتي معناتها انه فوليوم 1 زائد فوليوم 2 فور اكزامبل او زائد فوليوم 3 فور اكزامبل او زائد فوليوم 4 فور اكزامبل انا عندي 4 فوليومز فبحط اثنين هدول مثلا بصير اسمهم كاباسيتي معينه وهذا كاباسيتي بحط الثلاثه الاربعه خلينا نشوف شو بنحكي اذا الكباسيتي هي فوليوم بس ايش 2 اور 3 اور 4 هلا احنا نتفرج من هون ممكن انا هلا اشطب هذا كله ارد ارسم من اول لاب جديد ارسم الرسمه هاي وهون زي ما حكينا بنرسم هيك 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 لاحظوا هيك نزلنا على الاخير ها هيك 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 هاي الرسمة لو اجينا اخذنا من هون لهون اكم فوليوم في اكيد في 2 فوليومز هيو هاي واحد وهي اثنين هذا الفوليوم اسمه ERV وهذا الفوليوم اسمه RV residual volume هدول الاثنين مع بعض بشكلوا كباستي اسمها functional هذه اهم وحده تقريبا انا بتهمني residual كاباسيتي هلا هاي FRC شو معنى FRC يعني بسألتك شو هي FRC بتقول لي هي volume of air present in the lung just before taking tidal volume يعني قبل ما تتنفس قديش كان في برئتينك في 2.2 قديش حجمها 2.2 يعني 2.2 out of 5.7 يعني تقريبا شيء 40% مع انه هدول الاثنين هيك بدنا نشوف كمان الاثنين اللي فوق هدول الاثنين اللي فوق ايش فيهم؟ فيهم التايدل فوليوم هاد وفيهم الاي ار في هدول بنسميهم انسبيراتوري كاباسيتي انسبيراتوري كاباسيتي اللي هم عباره عن تايدل فوليوم زائد اي ار في هلا هون هدول لاحظوا هون احنا هيك مشينا هدول ثلاثه صاروا اي واحد اثنين ثلاثه من هون لهون يعني ها حط على هاي الرسمة هيك هدول الثلاثة فوليومز اللي هم شو هم يعني انت you fill the lung to the maximum اول شيء بتعبي اللنج للاخير
بعدين بقول لك انت يو امتي يور لانج تو ذا ماكسيموم بسرعه از ماتش از يو كان. يعني فضي، شو بدك تفضي؟ راح توصل لهون. احنا وين وصلنا؟ معلش احنا نكمل هيك الرسمه. اساس هاي الريزيدوال فوليوم وهذا الاي ار في. اذا احنا اخذنا 3 فوليومز، هذا واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة، هذول 3 فوليومز اسمهم فايتال كاباسيتي. فايتال كاباسيتي، هلا يعني شو فايتال كاباسيتي؟ شو معنى يعني شو تعريف فايتال كاباسيتي؟ It is the volume of air which I can exhale forcefully following forced inspiration. يعني first you fill the lung to the maximum and second you empty the lung to the maximum. فشو الفوليوم اللي بتطلعه؟ هو هذا الفايتال كاباسيتي. هلا اذا حطيت الاربعه مع بعض، هيهم الاربعه، صار شيء اسمه توتال لانج كاباسيتي تي ال سي. اذا هلا كم كاباسيتي عندنا؟ احنا حكينا فيه 4 فوليومز وعندنا 4 كاباسيتيز اللي هم اف ار سي 1، انسبيرتوري كاباسيتي 2، فايتال كاباسيتي 3، تي ال سي 4. هدول يعني هدول احنا طبعا كمان مرة راح احكي لكم، كمان مرة نفسنا هيك بعدين اخذنا هيك. هلا هذا عبارة عن جهاز، عبارة عن سبايروميتر. يعني انت عبارة عن زي كأنه هيك تيوب وبتحطه في تمك وبتاخذ نفس بتطلع، فانت بتقيس النفس اللي بفوت واللي بيطلع. اما نفس زي هذا الهواء اللي موجود ما بيتحرك بضل باللانك، هذا ما بيقيسه هذا الجهاز اللي هو السبايرو. سبايرو معناته تنفس باللاتيني، سبايروميتر يعني جهاز قياسات التنفس. فمعناته انا بقدر اقيس 3 فوليومز، معناته هذا اي شيء متعلق فيه الريزيدوال فوليوم ما بقدر اقيسه له طريقه اخرى. انا الطريقه ما راح اشرحها بصراحه، ما فيش وقت عندي، فاحنا بنشرحها لما يكون عندنا وقت. فبالتالي اي شيء مربوط فيه، شو مربوط فيه؟ الاف ار سي مشبوط فيه. زين كمان هاي ما بتزبط لانه فيها الريزيدوال فوليوم. التي ال سي مربوط فيه، هذه كلها انه هاي واحده منهم. اما انه فايتال كاباسيتي بنقدر. طيب هلا هاد اوكي سهله، انا ممكن اورجيكم هالرسمه. هاي الرسمه يعني اللي انا شرحته، بس انه هاي بكتابكم موجودة، في أي كتاب موجودة. هاي تايدال فوليوم هون، هاي نص لتر من 2.2 ل 2.7، هون حاطين 2200 ل 2700. بعدين من هون حاطين الاي ار في اللي هو انسبايرد ريزيرف فوليوم 3 لتر، وهذا اي ار في اللي هو حطيناه هون، هم حاطينه لتر هون، يعني بين 2.2 ماينس 1.2 طلع لتر. بعدين حاط الكباسيتيز، هاي انسبيراتوري كباسيتيز اثنين، هاي اثنين اللي تحت، هذول اثنين اللي فوق انسبيراتوري كباسيتي اللي تحت في ار سي، بعدين ثلاثه فايتال كباسيتي، الاربعه توتال لانج كباسيتي اللي هي شو يعني توتال لانج كباسيتي؟ يعني ماكسيموم فوليوم اوف اير بوث لانجز كان تيك، أكبر كمية من الهواء ممكن أن تتسعها الرئتين معا، اسمها التوتال لانج كاباسيتي تي ال سي اللي هي 5.7. هلا عند واحد ثاني ممكن تكون 6، عند واحد ثاني ممكن تكون 5.5، يعني مش كل الناس مثل بعض. هلا احنا الشيء اللي بهمنا السؤال اللي سألناه قبل شوي. اجاني واحد، انا هسه قاعد عم بشرب قهوة، انتوا مفروض متعودين على الشغل. اجاني واحد وقال لي انا عم بدخن، اثر علي الدخان، do I have obstruction and how much obstruction do I have. This is very legitimate question. بقول له طيب اذا عندك obstruction راح يكون عندك مشكله بالاكسبيريشن مش بالانسبيريشن. اذا تعال انا وياك نعبي الرئتين للاخير. هي عبينا ل 6 لتر، شوفوا هالمره شو كتبت 6، انا حطيت 5.7.
وهون تايم، هذا تايم على شيء جديد، هذا الاكس اكسس تايم، الواي اكسس هو فوليوم. وهلا بقول له انا يلا طلع قد ما تقدر وباسرع ما يمكن، يعني فورسفولي. شو معنى فورسفولي؟ فورسفولي يعني انت يو ار جوينج تو يوز يور اكسبيراتوري ماسلز. عاده انتم بتتذكروا انا حكيت امبارح انه الاكسبيريشن از باسيف بروسيس، بس هلا اكسبيريشن از غانا بي active process. You are going to use your expiratory muscles. شو هم؟ الانترنال انتركوستال muscles، الابدومينال muscles. راح تستعملهم انت وراح تشوف انه مثلا طبعا الرسمة هذا لو شفتوها باي كتاب احسن من هاي الرسمة. اذا انا طلعت تقريبا، خلينا احط تقريبا هاي للون لتر، طلعت من 6 لواحد طلعت 5 لتر. هاي اسمها هي بتقدر تسميها انت vital capacity، بس احنا راح نسميها forced vital capacity لانه انا طلعتها forcefully. يعني عادة forced vital capacity تساوي vital capacity بس مرات تكون اقل شوي. كان بصير في air driving لما تستعمل forcefully، يعني all of a sudden هيك قوة. بس انا طلعت 5 لتر. انا من هون بلشت اعمل expiration، الزمن zero. بدي اشوف على اول سكند. هلا هون شوفوا ان 5 سكندز، هي تايم سكندز، كل الناس بتقدر تفضي الرئتين للاخير. ان ذا فيرست سكند، ان ذا فيرست سكند لاحظ اني انا وصلت ل 2 لتر، يعني فضيت 4. اذا فورست اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند تساوي 4 لتر. اذا فورست، ها نكتب اياها المره، اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند، هاي ان ذا فيرست سكند 4 لتر. اها 4 من 5. اذا هلا 4 لتر. طبعا هلا في واحد ثاني 3 لتر، في واحد ثاني 5 لتر، في واحد ثاني 3.5. طب انا شو بعرفني انو منهم النورمال؟ فأنا عادة لما أسوي الفحص باجي على الشخص بقول له تعال أعطيني اسمك، هاي اسمك، أعطيني عمرك، أعطيني طولك، أعطيني وزنك، الجنس ميل أو فيميل، ومرات الريس إنه كوكيجيان بلاك ما تقدر يعني. هلا لنفرض أخذت واحد منكم، واحد منكم مثلا اسمه محمد، عمره 20 سنة، طوله مثلا 170، وزنه مثلا 80 كيلو، هو ميل. اذا انا اتوقع السوفت وير تبع الكمبيوتر انه الفورس فايتال كاباسيتي تاعته او الاف اي في 1 هذا مثلا يطلع 4 لتر. اذا هلا هون راح يطلع لي النتيجه هيك، راح يقول لي انه هذا هيك اسمه البريدكتد. البريدكتد يعني انه احنا ايش المتوقع؟ 4 لتر. الأوبزيرفت اللي هو أنا طلعته عنده، هو قديش عنده؟ طلع افرض طلع عنده 4 لتر. فبنيجي بنحط الأوبزيرفت كولوم، هاي كولوم، هاي كولوم، هاي كولوم، على البريدكتد، ولا هو 100%. افرض هو طلع 3 لتر هذا الشخص، 3 على 4 75%. افرض طلع 4 2%، طلع 100 مثلا 10% لنفرض. اذا هون انا بطلع على هاي انه according to his age to his body mass index. احنا طبعا نستعمل body mass index اذا عرفنا الطول وعرفنا الوزن، فهذا بنسميه norms. norms يعني مش، فما بصير وحده فيميل وزنها 45 كيلو اتوقع لها 4 لتر، فهاي اذا طلع لها 3 لتر بتكون تمام، يعني امورها كويسه. فهلا انا راح ارسم لكم هالرسمه، شوفوا كيف اللي عنده obstruction راح يكون عنده مشكله زي هيك، انه في الثانيه الاولى، شوفوا هاي الثانيه الاولى، هاي واحد، هاي زيرو، طلع لي مثلا 3 لتر، 6 ناقص 3 نفرض 3. اذا اف اي V1 طلعت 3 يعني 75% من الطبيعي، هيك طلع معي انا.
أو مثلا إذا طلعت أربعة هاي اثنين من أربعة، اثنين من خمسة سوري 40% وهكذا. فإحنا بنيجي على الـ FEV1 لحالها، الـ FEV1 بنقول طالما هي أكثر أو تساوي 80% من الـ Predicted، إحنا قلنا Predicted يعني إنه قديش متوقع، خلص بنعتبرها نورمال، يعني تصوروا إحنا نزلنا معه للـ 20 which is normal. إذا طلعت عنده من الـ 60 للـ 79% من الـ Predicted، أنا بحكي عن هاي لحالها، بنسميها هاي mild، مثلاً mild COPD. إذا طلعت من الـ 40 للـ 59% مثلاً بنسميها moderate COPD. إذا طلعت أقل من 40% بتصير اسمها severe COPD. يعني إذا هال FEV1 لحالها كانت كافية إنها تشخص لي إذا عندك COPD وقديش. لكن لو أخذت الـ FEV1 أنا هاي على الفورست فايتال كاباسيتي، الإنسان النورمال اللي أنا طلع معي بيطلع معه من 4 على 5، يعني طلع 80% هذا نورمال أبسوليوتلي، مع أني كأني أقول أن الإنسان الطبيعي يستطيع أن يخرج 80% من السعر الحيوية في الثانية الأولى. هلأ الإنسان اللي مش طبيعي مش رح يقدر يطلع 80%، رح يطلع أقل. كمان هون إحنا بنستعملها هاي، شوفوا كيف، طالما إنه هاي أكثر أو تساوي 70% يعني أعطينا شوية مارجن لتحت 10، خلص بنحكي نورمال. أقل من هيك معناته عنده أوبستراكشن. يعني أحكي لكم على سبيل المثال، هلأ برجع لهذا الفحص بعد شوي، أعطيتكم فكرة عنه، بس أنا رح أقولكم كمان مرة، أمراض الرئة زي ما حكينا تنقسم إلى ثلاث أقسام، والقسم الثاني إنه أنا ما عندي مشكلة هون it's okay، مشكلة في البالون نفسه is I cannot stretch it، is not stretchable، يعني is not it's collapsible has high tendency to collapse، يعني بنسميها إحنا restrictive ها lung disease. يعني على سبيل المثال مثل البولمونري فايبروسيس، تليف، احنا بنخاف من التليف، يعني احنا الرئة اذا صار فيها تليف بصير مشكلة كبيرة، يعني الرئة لما يصير فيها تليف عم تنكمش، تتبطل الرئة، تصير ربع رئة. او مثلا الار دي اس، احنا ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، بجوز شوي احكي عن الانفنت، اي فور انفنت، وممكن يعني في كمان اي فور اكيوت، كان زمان يستعملوها اي فور ادلت، اي ار دي اس يعني، بس لما لاحظوا انها بتصيب تشيلدرن صاروا الاي فور اكيوت ريسبيراتوري، هاي شغله مش مزحه، ديستريس سيندروم. كمان مرة إذن second category اللي هي إنه the lung has high tendency to collapse، شوفوا collapse يعني يجي للسنتر هيك. هلأ هون أنا راح أحكي لكم كلمة بسيطة سريعة ما راح أطول فيها كتير، راح أقول لو عندي air bubble يعني فقاعة هواء جدارها من الماء water وجواتها هواء air، هادول water molecules اللي هو بتعرفوا HOH، هاي فيها شوية positive شوية negative هادول، إذا ال water is polar يعني مش inert، فبالتالي هادول ال water molecules they are attracted to each other، شوفوا attracted to each other، فإن كان بيجيبوا السفير للنص، فالسفير هاي بتنفس لجوا، يعني هاي بسمها كولابس. فإذا هذا اسمه surface tension، توتر سطحي،
إذا التوتر السطحي هو عبارة عن تجاذبات بين جزيئات الماء تحاول أن تأتي بهذه الكرة إلى السنتر، إلى المركز، سيرفس تنشن. فإذا أنت كل ما حاولت أنك تكون لابس مشان تمنع الكولابس، مشان تمنع الكولابس you have to apply a pressure opposing pressure، بالعكس هون هذا اسمه negative pressure. احنا بالعادة ناقص 4 امبارح حكينا كان كفينا، بينما هلا هون جزء ناقص 24 ما يكفينا. ليش؟ لانه في عندي high surface tension، يعني في low of Laplace. Laplace is low. Laplace is low. شو بيحكي Laplace is low؟ انه pressure needed، هذا pressure equals 2T على R. T هو surface tension. The more the surface tension the more the negativity you need. وانتو عرفتوا انه the more negativity يعني more pressure يعني more work، والmore work more ATP. هيك ما زبطت، هيك صار صعب علينا. ولاحظوا الراديوس، الراديوس هذا مشكلة تانية، انه الراديوس كل ما كان اصغر كل ما بصير بدك بريشر اكثر. فكمان الاطفال الانفانتس او اذا بتكون سميهم بريماتشور، بريماتشور يعني خديج، يعني مولود قبل اوانه، يعني احنا بنحكي فترة الحمل 40 اسبوع from the last menstrual period، احنا نحكي هون ولد في 30 اسبوع يعني قبل بشهرين. الراديوس بكون سمول. اذا هون في عندي مشكله، رايحين نشوف كيف. هلا بدنا نشوف كمان مره بعيد. بقول انه هاي اللنج، ذا لنج تندنسي تو كولابس، تندنسي تو كولابس نورمالي، خلينا نحكي تساوي زائد 4 مليمتر ميركوري. من عندي حطيت رقم خيالي مشان امنع الكولابس. I need to apply negative pressure. Negative يساوي ناقص 4، فزائد 4 على جوا ناقص 4 بتصير اللنج ستيبل، لا بتنفخ ولا بتنفس. كويس. لكن إذا التندنسي تو كولابس صار زائد 14 هذا بده يصير ناقص 14، وإذا هي صار زائد 24 هذا بده يصير ناقص 24، ولا بصير اللنج كولابس. When the lung collapses it's very difficult to reopen it again. يعني زي صفيحتين زجاج بتحط بينهم نقطة مي، بتقدرش تفصلهم عن بعض. فبصير هذا البيبي اللي هو بريماتشور، اللي هو ما عندوش عضلات اصلا، يعني مطلوب منه يعمل اشي الادلتس ما بيقدروا يعملوه، احنا الكبار ما بنقدرش نعمله، فشو بده يموت. فبالتالي هلا في حل، انه هذا الالفيولس، خلينا انا اورجيكم هالرسمه للالفيولس. هاي الفيولس، طلعوا كيف. هذا الفيولس، هذا وهذا كابيلاري وهذا كابيلاري. الالفيولس من جوا، هلا شوف الالفيولس بتالف هو من نوعين خلايا فقط، نوع ثن رفيع هيك، هي واحدة وهي الثانية، هذا بنسميه تايب 1، تايب 1 الفيولار سيلز، هي تايب 1 الفيولار سيلز. هدول ما انهم رفاع يعني بصير تبادل الغازات عبرهم، من هون من هون من هون رفع. بينما هاي شوفوا هاي تايب 2 كولومينر، يعني اسطوانية طويلة المسافة بده يطلع الاكسجين. اذا هاي مش وظيفتها، لاحظوا هي اصلا عددها قليل، هاي هدول اكثر. هاي وظيفتها تفرز مادة، تفرز مادة احنا بنسميها سيرفاكتنت. هي سيرفاكتنت، سيرفاكتنت اختصار لكلمة انها من ثلاث كلمات، بيقولوا سيرفيس، سيرفيس هيك، سيرفيس اكتيف ايجنت، فاخذوا سيرفاكتنت، هيك صارت اسمها سيرفاكتنت. انا بدي اختصر عليكم كثير، ما بدي اكثر حكي. السيرفاكتنت هو مزبوط جلايكو، يعني هو جلايكولايبو بروتين، يعني هي مثلا 8% كربوهيدرات، 90% ليبيد، 2% بروتين. بس هذا انا ما بهمني، بهمني ان هي ليبيد، والليبيد بهمني منه انه فوسفوليبيد، فوسفوليبيد. والفوسفوليبيد عباره عن انه جليسرول، هيك جليسرول، هذا جليسرول باك هون، هذا بولر
مع two fatty acids. هاي fatty acid. هاي fatty acid. مش مشكلة. الفاتي أسيد is non-polar. Non-polar. شو معنى non-polar؟ لما يكون non-polar يعني ما في intermolecular attraction. يعني زي ما أنت تجيب هالصينية وبدك تسوي معجنات وبدك تحطها بالفرن. شو بتدهن هون؟ بتدهن زيت أو بتدهن سمنة مشان ما يلزق. وإحنا هون بنجيب الألفيولاس. شو دهننا من جوا؟ شوفوا هاي الطبقة اللي دهننا فيها. شوفوا هاي الطبقة. هاي سرفاكتنت، يعني زيت إذا بدكم شحن. ليش؟ ما في هون تجاذبات بين الفاتي أسيد، ما في. فبالتالي ما في سيرفس تنشن. إحنا قلنا شو قلنا السيرفس تنشن؟ إنه هو انتر مولكيولر اتراكشن بتوين ذا مولكيولز، دي تراي تو برينج ذيس ستراكشر تو ذا سنتر، يعني كولابس. إذا هون هاي الفيولر تايب 2 سيلز غطت دهنة دهان the line the alveolus from inside with this material which is surfactant and prevented from collapse. فالبيبي اللي بولد قبل أوانه، بولد أسبوع 26 ما لحقت هاي الخلايا تشكل surfactant. ما في surfactant، بيكون في water vapor، بخار الماء. فبخار الماء بيعمل surface tension عالي جدا، فبصير كولابس. تصور هذا مسكين كل مرة بده يتنفس بده يرد، he is going to open totally collapsed lung. He cannot do this. So he will suffer, he will fight for air. يعني عم بيحارب مشان شوية هواء. In few hours he might die unless we give him support. خلص أنا what kind of support I don't have time to explain it for you. إذا هون أنا لما أجي واحد عنده restrictive lung disease وأجي أعمل له فحص اللي أنا عملته قبل شوي، عشان هيك أنا بدي أعيده، وبدي أعمل له FEV1، هو أصلاً هو مشكلته إنه بقدرش يعبي الرئة، فعنده total lung capacity 4 لتر أو 4.5، مش قادر يوصل للستة. ولما يجي يطلع شو بده يطلع؟ خلينا نقول إنه بجوز هو يا دوبك، خلينا نحكي ضل نص لتر، طلع أربعة. أربعة متوقع منه إنه يطلع خمسة مثلاً الفورست فايتال كاباسيتي، إحنا قلنا خمسة، هلا هو طلع أربعة مثلاً، يعني بحكي مثالي. بس بالثانية الأولى أوكي، مع إنه طلع أربعة بجوز بالثانية الأولى يطلع 3.5. إذا FEV1 3.5 على 4 طلعت أكثر من 80%. إذا الـ FEV1 اللي هي بالثانية الأولى بيكون قليل عند الـ obstruction لأنه he has difficulty in exhaling، مسكري. بيكون قليل عند الـ restriction يعني زي fibrosis because أصلاً ما كانش فيه هواء كتير عنده. يعني هذا السبب، يعني هذا سبب غير عن هذاك. لكن لما ناخذ FEV1 على الفورست فايتال كاباسيتي عند الاوبستراكشن دائما نازله اقل من 70%، انا قلت عند الريستريكشن تساوي او اكثر من 80%، تساوي او اكثر. يعني زي ما بيقولوا مثلا 3 على 5 عند الاوبستراكشن 60%، بينما 3 على 3.5، شوفوا 2 نزلوا هدول، بس هذا اصلا عنده على 3.5 طلعت مثلا 80% او اكثر. يعني انتم تحسبوها مضبوط على الكالكوليتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هلا احنا شوفوا كيف راح ننتقل من اللانج ونفوت على الدم. بس لاحظوا انتم انه الاكسجين هون has to cross 6 layers، هذول 6 layers بصراحة before it enter the blood and bind with hemoglobin as oxyhemoglobin. هلا هذول 6 layers اسمهم respiratory membrane. أنا بدي أتجنب أذكرهم الستة مشان ما تصيروا تشعروا إنه أنتم بحاجة تحفظوهم. بس even though they are 6 layers، شوف thickness is 0.2 micrometer. يعني واحنا حكينا اصلا ان الاكسجين كان يكروس ذا ميمبرين
as if the membrane does not exist. فإحنا diffusion problem ما في عنا. يعني ما في عنا diffusion limitation. يعني ما في عندي it's not diffusion limited. يعني بيمر بسهولة بكل أريحية ما عنده مشكلة الأكسجين. ما بالكم بالCO2؟ CO2 لسه عنده يعني it's 20 times more soluble. شوفوا أنتوا البيبسي والكوكا كولا والمشروبات الغازية بحطوا فيها CO2 ليش؟ لأنه بدوب كتير لو بنيته عالية. فالCO2 20 times more soluble than oxygen. فإت كان cross 20 the membrane 20 times easier. إذا إحنا هلا we cross to the blood. إذا وصلنا عند البلد الآن بدنا شوية شوية نحكي عن البلد إشي بسيط لأنه هلا في البلد الأكسجين والCO2. البلد أول شيء بدنا ناخد البلد فوليوم إنه قديش واحد عنده دم. يعني البلد فوليوم عند الإنسان تقريبا إحنا رح نخلص بدي أختصرها 7% من وزنك من البادي ويت. يعني إذا أنت البادي ويت تبعك 70 كيلوغرام في 7 يعني حوالي 5 لتر. يعني 5 لتر هاي بتعرفوا تساوي 5000 ml. يعني أنت عندك 5000 ml دم لما نحكي بلد. هدول يساووا 5 مليون مايكروليتر. هلا في المايكروليتر الواحد NH مايكروليتر we have في كل مايكروليتر. شوفوا المايكروليتر عبارة عن مكعب أبعاده 1 مليمتر في 1 مليمتر في 1 مليمتر. شوفوا قديش صغير. we have 5 millions RBCs red blood cells كرية دم حمراء. هلا in each RBC شوفوا في كل RBC واحدة in each RBC we have here like 280 million hemoglobin molecule. صوروا الوضع نقول الإنسان قديش عنده هيموغلوبين كتير. إحنا راح نحكي عن واحد فقط لا غير. فأنا ما بدي أحكي كتير. الهيموغلوبين بروتين والبروتين من أمينو أسيد. إذن أمينو أسيد وهو 4 سلاسل كل تنتين مثل بعض. إحنا بنسميه تنتين ألفا. هاي ألفا هاي ألفا وهاي خلينا نحكي بيتا وهاي بيتا. إذن في عندي أنا هاي ألفا الصغيرة يعني 141 أمينو أسيد وبيتا الكبيرة 140. إذن هاي ألفا وألفا وهاي بيتا. إذا الهيموغلوبين في الأدلت هيك A رح سميه A for adult. ألفا 2 بيتا 2 هيك خلص. وزنه جزيئي المولوكولار ويت تقريبا 64500. يعني عم نحكي على حوالي يعني less than 65. أنا رح أحكي less than 70K. less than 70K يعني 70K يعني K يعني 1000 أقل من 70000. شوفوا هيك المولوكولار ويت تبعه كمان مرة. 4 سلاسل. السلسلة الوحدة فيها هون هيم جروب. هذا مش بروتين ولا هو أمينو أسيد. هيم وسطه في حديد والحديد بشكله الثنائي فرس بنسميه. هذا الفرس بيتحد مع الأكسجين وبيفك. الفرك اللي هو 3 بيتحد وما بيفك. فإذا أنا الفرك ما بينفعني بدي الفرس هذا. إذا bind and release تمام. إذا أنا عندي هون واحدة وهي كمان واحدة وهي كمان. إذا الهيموغلوبين بقدر يحمل 4 بيكون 100% saturation. إذا O2 sat يعني أكسجين saturation بيكون 100%. إذا 3 75%. إذا 2 50 وهكذا. بس ما إنه شفتوا أنتوا قديش عندنا هيموغلوبين مولكيولز الرقم مهول. فممكن الساتوريشن ياخذ أي رقم من الصفر للمية. مش بالضروري صفر 25 50 75. هذا على هيموغلوبين واحد هيك. بس على تريليونز اوف هيموغلوبينز كان بي اني نمبر. هلا كمان مرة بعيد بحكي هاي الالفيولس لاحظوا معي والاكسجين فات. وين فات؟ فات على الدم. والدم شو فيه؟ الدم فيه تنين في بلازما. البلازما 55% من حجم الدم وفي سيلز
والسيلز هي مينلي الار بي سيز بصراحه، يعني الوايت بي سيز عم تحكي انت 5000 وايت بي سيز، 5 مليون ار بي سيز يعني واحد ل 1000، فاحنا بنحكي ار بي سيز 55. البلازما، البلازما هي مي، 92% منها مي ووتر، لكن 8% منها اذر ستاف، يعني الاشياء مذابه في الووتر، يعني سواء ليفيدز سواء فيتامين صوديوم بوتاسيوم اتسيتر. كمان مره بقول انه الدم فيه خلايا هي ار بي سي وفيها بلازما ميه، فالاكسجين ديفيوزز تو بلازما، بالبلازما بصير له بنسميه احنا بارشل بريشر اوف اوكسجين، بارشل بريشر، بعدين الاكسجين من هون بفوت على جوا الار بي سي وبتحد مع الهيموجلوبين بشكل اوكسي هيموجلوبين. اذا وجوده هون خطوة أولى، وجوده هون خطوة ثانية. إذا ما في هون، ما في هون، معناته لما أجي أرسم برسم الـ PO2 هون في البلازما وبرسم الهيموغلوبين مع الأكسجين في الـ Y axis وهون في الـ X axis، هذا independent variable، هذا dependent. إذا هلأ صار في علاقة بين الهيموغلوبين مع الأكسجين، هاي العلاقة هي PO2 مع الساتوريشن O2 sat، ساتوريشن اللي هو أكثر إشي 100% ونصه 50% و 75% و 25% و 0%. العلاقة ليست خطية، it's not linear. يعني شو معنى؟ إنه كل ما زاد O2 زاد معه، يعني اصلا doesn't make sense انه انت تتعدل 100%. يعني اذا الهيموغلوبين في اربع سلاسل وكل واحدة بترتبط مع اكسجين، يعني اكثر شيء انت بتحلم فيه انك الاربعه مربوطين 100%، اربعة ونص ما في، خمسة ما في، فيعني ممكن انت تقول اوكي ممكن ناخده هيك خلاص، اذا تعدينا رقم معين خلاص saturation it's already saturated. يعني انت مثلا معك سياره بتوسع خمس ركاب، فإذا عندك راكب هيو ركب 2 3 4 5 8، إذا عندك 6 بركبوا 5 بضل 1، عندك 7 بركبوا 5 بضل 2 بضل على الرصيف. إذا هذا نفس الشيء، إذا زدت البي او 2 خلص ما عادش فيه يحمل. لكن الحقيقة هي ليست كذلك، العلاقة زي حرف الإس بسموها إس لايك. اللايك بالإنجليزي بحطوا أويد بدلها أويد، والإس بسموها سيجما، هي سيجما هيك تنكتب، بس باليوناني تنكتب هيك كمان زي حرف الاس العادية، فبسموها سيجمويد، سيجمويد أو سيجمويدل مثلا. سيجمويد يعني شو معنى سيجمويد؟ يعني كحرف الاس، كحرف الاس، ها مثل حرف الاس يعني. فبتكون العلاقة شكلها هيك، هاي العلاقة هيك هيك هيك، ها طيب. هلا البي او 2 بتتذكروا احنا حكينا البي او 2 بالارتيريال بتتذكروا 100، وحكينا البي او 2 بالفينس اذا بتتذكروا 40. هلا لما يكون 100 شوفوا كيف، لما يكون 100 بيكون تقريبا الاشباع 100%، لما يكون 40 بيكون الاشباع 75%. هاي فينس، هاي ارتيريال. يا ربي أنا في شغلة نسيت أحكيها، هلا ترد أحكيها مرة ثانية، أنا نسيت أحكيها. لما حكيت على الدم، الدم موجود فيه هيموغلوبين، والهيموغلوبين تركيزه في الدم تقريبا من 14 ل 16 جرام بير ديسيليتر، ديسيليتر الديسيليتر يعني 100 ml، إذا بدكم يعني 10 لتر. هيك معناه 14 ل 16 بالفيميلز و 12 ل 14 بالميلز، بال لا حول ولا قوة الا بالله، في ميلز وفي ميلز، احنا هاد ناخذ دائما ميل، ما بنحط رقمين، بنحط واحد بالنص 15 خلص 14 حط 15. هلا في هاي الرقم بدكم تحفظوه للاسف، انه كل جرام، ايتش جرام
each 1 gram of hemoglobin can bind, شوفوا يستطيع ان يرتبط مع 1.34 ml of oxygen maximally. اكثر شيء يعني الجرام الهيموجلوبين. طيب احنا في عندنا قديش بالديسيليتر؟ قلنا عندنا 15 جرام. طب ال 15 جرام ترتبط مع كم؟ اذا هاي كم تبعته لي؟ ساي 1.34 ضرب 15 يعني تقريبا عم تحكي على 20 ml per deciliter. يعني لو انك انت جبت 100 ml يعني زي كاس شاي صغير هيك 100 ml دم بلد فيهم 15 جرام هيموغلوبين راح يكون فيهم 20 ml اكسجين. هيك الحكي هذا الحكي هذا مظبوط اللي بتحكي يعني اللي حكيناه مظبوط بس لكن احنا الاكسجين موجود مع الهيموغلوبين صحيح اوكسي هيموغلوبين بس لكنه مذاب في البلازما كمان زيه زي اي شيء ثاني لكن ذوبانيته كثير كثير قليله فبالتالي ديزولفد يعني هذا هنريز لو ديزولفد اوكسجين يساوي البي او 2 ضرب السوليوبيليتي اوف اوكسجين. البي او 2 في الارتيريا اللي احنا حكينا عنه 100 السوليوبيليتي 0.003 يعني انت عم تحكي على 0.3 ml per deciliter هذا in dissolved form يعني again بقول in 100 ml دم في عندي 20 ml oxygen bind with hemoglobin تمام وعندي 0.3 ml dissolved يعني التوتال طلع 20.3 بهاي أنا عادة يعني شيء قليل كتير بعملها أنا شو بحكي 20 ml 0.3 يعني عم تحكي على تقريبا يا دوبك 1.5% dissolved وعم تحكي على 98.5% bond. إذن هذا هو المهم اللي هو bond. هلا لو يجينا حطينا الكيرف كمان مرة الكيرف خلينا نحكي هيك arterial blood إذا الarterial blood تقريبا في 20 ml oxygen per deciliter هيك حكينا طلع ونحكي هون capillary ونحكي هون vein إذا هون arterial capillary vein الخلايا ايش يا محمد؟ طولية؟ قديش يعني؟ والله ما اشتغل شدك روح؟ في ناس معك؟ انا معتي وينها معك تحت؟ لا لا المستشفى بس خلصوا ونزلوا اصلا عطلوا الجامعة تبقى من بكره ثلاث اسابيع لواحد اربعة طيب شو مساوي؟ شو؟ ما في دواء شو موقف؟ لا بدي اكمل 10 دقايق بس هكملها لا بديش اداقك انا والله وصلنا نص ساعة قاعدين هون انت بتنع تنتين بس يلا اذا في يعني وين ولادك؟ ولادي في البيت من الصبح ولا لحالها شو الموقف؟ داري كثير؟ هي مش رح تخلص هي والله هيك صعب بدنا ناخذ 10 دقائق نكمل على الاكسجين بس هل انت هذا الحكي كله بتشطب صح؟ ما في مشكله فيه؟ لا 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 اشطب طبعا طب 10 دقائق اوكي بس لا لا طيب اذا احنا في عندنا هون 20 ml في اكسجين موجودين بالارتيريا بلد الخلايا عاده تاخذ 5 وبتخلي 15 برجعوا بالفينز فلو اعتبرنا ال 20 ml هاي 100% فالخلايا راح تاخذ 5 من 20 25% هذا احنا بنسميه اكستراكشن ريشيو وهون 15 75% لكن الخلايا اذا احتاجت اكثر ديورنج اكسرسايز مثلا لما نحكي احنا اكسرسايز شو تاخذ 10 يعني 50% او تاخذ 15 75% وتاخذهم كلهم
اذا الاكستراكشن ريشيو بيزيد. طب شو يعني بيخلي الخلايا تخلي انه الهيموغلوبين يتخلى عن الاكسجين؟ يعني كيف يتخلى؟ طلع كيف؟ والوضع الطبيعي هيك. لما يتخلى يعني كيف is shifted to the right، يعني كيف على اي نقطة؟ شوفوا كان هون مثلا حامل 75 على الداشت كيرف بصير حامل 40 30، اذا هو تخلى عن 60. اذا shift to the right، هذا downward to the right، shift to the right بيصير لما الخلايا تفرز CO2. السي او 2 بيجي هون مربوط الاكسجين، السي او 2 لما يرتبط هون الاكسجين بفك. اذا السي او 2 بيرتبط، سوري هيك نمشي، هذا اسمه بور افكت. الخلايا اللي بتشتغل تسوي لاكتيك اسيد هيدروجين، هيدروجين بيرتبط هون، لما هيدروجين يرتبط الاكسجين بفك كمان، ذيس از بور افكت. لما تلعب رياضه الحراره بترتفع، فبصير الهيموغلوبين بتغير شكله، يعني 3 dimensional structure، فبفلت الاكسجين. بتعرفوا انتوا اذا اخذتوا البايوكيمستري في 2 forms للهيموغلوبين ار تي، اذا ما اخذتوهم تقدروا تنسوا الموضوع هلا. اذا increased CO2، increased hydrogen، increased temperature locally and increased 2-3. أنا بدي أحطها زي الطريقة القديمة داي فوسفوغليسيريت، هم هلا بحطوها باي بي بي جي باي فوسفوغليسيريت. شيفت تو ذا ليفت زي الهيموغلوبين اف، فيتال هيموغلوبين يعني الجنين. شيفت تو ذا ليفت، شوف لحظة هون بكون محمل أكثر على هاي على 40. إمتى بصير شيفت تو ذا ليفت؟ هذول لما تعكسهم كلهم ينزلوا، اي واحد هذا او هذا او هذا او هذا، واحد منهم مش الاربعه قصدي. فالهيموغلوبين اف مثلا، اصلا هيموغلوبين اف ما بيكون الفا 2 بيتا 2، ما بيكون هيك، بيكون الفا 2 جاما 2. والجاما بتختلف عن البيتا انها it doesn't bind to 3 دي بي جي، فبالتالي بصير الشيفت يعني كانه ما في 2 3 دي بي جي، بدل ما هو يكون هيك شفت ذا ليفت. وهذا it has an advantage of getting more oxygen from the placenta from the mother. هلا هاد بالنسبة للأكسجين. بالنسبة للسي او 2 انتم بتدرسوا لحالكم، وبضل عندنا بس الكنترول اوف بريذنج، واحنا باذن الله اذا صار لي مجال بسجل لكم اياها يا بالباوربوينت لحالي أو بمساعدة. طبعا هون الأستاذ صالح مساد احنا بنشكره، هو موجود هون، هو اللي سهل لنا هاي العملية، شكرا.